اهلا بكم من جديد مشاهدينا. معانا النهارده سؤالنا بنتكلم فيه عن اعظم انجازاتك. قول لنا ايه اعظم انجاز حققته لغايه دلوقتي. خلينا نشوف قلتوا ايه على صفحات التواصل الاجتماعي. نبتدي بصفحه الفيسبوك. ابو عبد الله بيقول الانجاز الحقيقي اللي نفسي اعمله اني اطلع والدي ووالدتي وحماتي حج او عمره، والانجاز الحقيقي هو القرب لله عز وجل. ده انجاز مستقبلي انت بتطمح فيه يا استاذ عبد الله، لكن ايه بقى اللي فعلا عملته لغايه دلوقتي وحاسس ان هو يعتبر من ضمن انجازاتك؟ مستنيينك تقول لنا. شريف ابراهيم بيقول صباح الفل عليكم، اعظم انجاز اني اشتغلت الشغل اللي انا بحبه وناجح كمان في عملي وفي اكتر من مجال، والحمد لله نجحت وتزوجت وكنت حاضر وفاه ابي الغالي رحمه الله عليه، واكمل باذن الله مع اسرتي طريق النجاح. محمد شعبان بيقول صباح الخير، انا لسه طالب في اعدادي، هذا انجاز. شد حيلك. يعني في الاعداديه تجيب مجموع كويس تحقق اللي انت عايزه، ده في حد ذاته انجاز طبعا. وليد ابراهيم بيقول صباح الفل، اعظم انجازاتي واني طلعت عمره وصليت على سيدنا النبي عليه السلام الف مره عليه افضل الصلاه والسلام. دعاء امير تعالي لي بقى كاتبه ايه بقى دعاء، بتقولك اعظم انجازاتي اني تزوجت من امير اسمه امير وهو فعلا امير الامراء بجد، ورزقت منه بولدين زي العسل والسكر، ربنا يحفظهم لي ويبارك في عمر زوجي الحبيب. بص يا دعاء، انت مسميه نفسك دعاء امير غالبا على اسم امير، امير الامراء، دي حاجه جميله خالص. انجاز من الانجازات ان انت تبقي بعد ما خلفتي اتنين لسه شايفاه امير الامراء، دي حاجه كويسه. وانجاز برضو الامير ان هو محافظ على صورته عندك ان هو لسه امير الامراء. بس هي مبسوطه وهو انجازات تانية؟ هي مبسوطه وهو مبسوط خلاص. أسكت. طبعا ماشي، بس يعني موافق. حبيبي احمد صباح الفل عليكم، انا مريت بظروف قاسيه لكن حتى الان لسه بضحك. طيب حسين فرج بيقول اعظم انجاز في حياتي اني حافظ على اللي اتربيت عليه من عادات وتقاليد واورثها لاولادي في الأحوال اللي احنا بنعيشها. طبعا ده اللي كنت بتكلم فيه في البداية، اللي هي تكوين أسرة والحفاظ عليها في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، وان انت تحافظ على أخلاق أولادك. مفهوم الأسرة يا شازي. مفهوم الأسرة بتاع زمان، مش مجرد ناس قاعدة مع بعض في البيت وخلاص. صح. ده بيفرق. أعظم إنجاز حققته تربية أبنائي على الحلال والحرام والعادات والتقاليد ومخافة الله، ده جمال أبو سالم. حسن محمد بيقول صباح الخير عليكم، أنا لسه طالب في ثانوي وبالتالي لسه ما حققتش حاجة. طول ما أنت ما عندكش قناعة أن أنت حققت حاجة هتبقى مش شايف كل الحاجات الكويسة اللي أنت عملتها يا حسن. فكر كده، ومستنية منك كومنت تاني تقول فيه أنت شايف أحسن حاجة عملتها الأسبوع ده يا سيدي إيه، بلاش تقول في حياتك كلها، نبتدي بالأسبوع ده. مصطفى عمارة بيقول أن أنا بنيت بيت وجوزت ولادي وده إنجاز. طبعا عندنا كمان عبد المنعم جاب الله بيحيينا وكاتب كومنتس كتير قوي ورا بعض، بيقول فيها انا من المنوفيه، اعظم انجاز عملته كان اني دخلت كليه التربيه رغم ان جميع الكليات كانت متاحه، وده لاني بعشق مهنه التدريس وما خلتش همي وهدفي الدروس الخصوصيه، كمان اتخرج على ايدي كتير سواء في مصر او في السعوديه، والحمد لله طلعت معاش ودعواتكم. وصباح الخير. صباح الخير عليك يا استاذ عبد المنعم. ربنا يديك الصحه. فكره انك تبقى شايف بقى الناس قدامك واولادك بيتحركوا في كل حته، ولادك اللي انت درست لهم طبعا، وفي مناصب وناجحين وسعداء، دي حاجه حلوه قوي. شايف مجهودك طبعا قدامك. طبعا. الاستاذ اشرف مصطفى الدمرداش، وانا اصريت ان انا اقول اسمه ثلاثي عشان لو المدام بتتفرج، بيقول انا اني لسه عايش بعد 40 سنه جواز. إنه الراجل شايف إنه لسه عايش بعد 40 سنة جواز، ده إنجاز. نعم. ربنا يستر عليه. نعم. أنا بقول لك أنا قلت اسمه وخلاص، يعني دي الأمانة إن أنا أقول اسمه. صباح الفل والياسمين عليكم، هو مش إنجاز كامل لكن قريب جدا هيكون إنجاز كامل، يبتدي من أول ما أخلص مرحلة الدراسة وأتخرج، ويكون السنة دي بعد رحلة طويلة في حياتي التعليمية لظروف ربنا وحده سبحانه وتعالى هو اللي عارفها وأنا مريت بيها، وإن شاء الله بعد التخرج في مرحلة جديدة هبتدي فيها هي مرحلة الدراسات العليا إن شاء الله، والتفكير في تكوين أسرة صغيرة. ده إبراهيم ناجي، ده اللي أنت كنت بتقوله، إنك تبقى حاطط قدامك هدف وتبتدي تعمل خطوات، وكل ما تخطي خطوه تعمل تشيك وهتوصل. تمام. اهو بالمناسبه ابراهيم حاطط اي بني ادم في الكون لو حط قدامه هدف وحط العقبات 1 2 3 4 وبدا يشتغل عليهم هيوصل عليهم. هيوصل ناكد على انه يشتغل هيوصل عليهم. هيوصل يعني.
على كل دي كانت مجموعه من التعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا. في انتظار طبعا مزيد من تفاعلات حضراتكم واجاباتكم على سؤال حلقتنا النهارده، ايه اعظم انجاز حققته في حياتك؟